أججت محاولة الاغتيال الثانية التي تعرض لها الرئيس السابق دونالد ترامب الجدل حول دور الخطاب السياسي التحريضي ضده، حيث يرى البعض أن التهديدات الأخيرة له هي نتيجة لنحو عقد من الهجمات عليه وشيطنته ومقارنته بالنازيين وهتلر والفاشيين. ترامب نفسه ربط بين محاولة الاغتيال الأخيرة وخطاب خصومه السياسيين الذين وصفوه بأنه تهديد للديمقراطية، وزعم بأن الدعاوى القضائية العديدة التي يواجهها كانت تغذي العنف ضده. وشاركت حملة ترامب قائمة تضم أكثر من 30 حالة وصفه فيها الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس وديمقراطيون آخرون بأنه تهديد يجب إيقافه أو القضاء عليه أو هزيمته. واتهم أحد أعضاء حملة ترامب خطاب هاريس بأنه تسبب بمحاولة الاغتيال مرة أخرى، وذلك بعد إصدار بيانها الذي يدين العنف السياسي. وفيما يدعو البعض إلى اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات، يحذر آخرون من ربط خطاب الحملة الانتخابية بأشخاص يستخدمون العنف ضد مرشح، مشيرين إلى صعوبة رسم علاقة سببية بين تصريحات معينة ومحاولة اغتيال شخص ما.